كيف نرد على من يحتج بحديث الفضل بن العباس وكذلك حديث الخثعمية على جواز كشف المرأة لوجهها؟ أما حديث الخثعمية فهذا قبل الأمر بالحجاب، كانت النساء في الأول في أول الإسلام يكشفن وجوههن، ثم فرض الحجاب، فرض الحجاب بعد ذلك. فحديث الخثعمية محمول على أنه كان قبل الأمر بالحجاب. وأما حديث الفضل بن العباس فليس فيه أن المرأة كانت كاشفة لوجهها، وإنما أصحاب الأهواء هم الذين يحاولون أن يكون وجهها مكشوفا ولو بالغصب، ما هو مكشوف، ما في الحديث دليل على هذا. والعباس ينظر إلى المرأة، ينظر إلى جسمها، ينظر إلى جسمها وحسن مقاطعها، وليس فيه أنه ينظر إلى وجهها. لكن هؤلاء يتعلقون بخيط العنكبوت. نعم.